التخلص من آلام الظهر في دقيقة واحدة. في بعض الأحيان نشعر بآلام في أماكن متعددة من ظهرنا خاصة أسفل الظهر، وتنتج هذه الآلام نظرا لطول فترات الجلوس وقلة ممارسة التمارين الرياضية وزيادة الحمل على الظهر وتقلصات عضلية وضغط نفسي ووضعية الجلوس الخاطئة وأيضا بعض الحركات الخاطئة التي تسبب هذه الآلام. ولا نعرف ما هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الآلام بسرعة، واليوم نقدم لكم في هذا الفيديو وصفة تستطيع من خلالها أن تتخلص من آلام الظهر في دقيقة واحدة. الحل في التخلص من هذا الألم يكون بتمرين التنفس القصير الذي يعمل على مط الجسم وخفض الشعور بالتوتر أسفل الظهر. قم بالجلوس براحة ثم أغلق عينيك وجرب الاسترخاء. ضع طرف لسانك خلف الصف الأعلى من الأسنان. تنفس ببطء في الأنف في مدة 4 ثواني، ثم قم بحبس النفس وقم بالعد حتى رقم 7 في عقلك. أزفر بالتدريج بالفم وأنت تعد حتى 8 في عقلك مع إصدار صوت راحة صغير. كرر العملية السابقة 3 مرات. أما إذا أردت التخلص من آلام الظهر التي يسببها الجلوس الطويل، قم بتمرين يستغرق 60 ثانية وأنت ممدد قبل الذهاب للنوم. تمدد على بطنك وأنسج جسمك إلى الوراء واستند على كوعك. ارفع أعلى الجسم حتى تتكئ على كوعك. ارفع رأسك وحافظ على هذه الوضعية لمدة 8 ثواني، ثم عد إلى الوضعية التي كنت عليها في البداية وكرر هذا التمرين 2 مرات. تمدد على ظهرك واثني ركبتيك بينما تكون الذراعان ممدودتان على طول الجسم. ارفع الحوض في وضعية مستقيمية وثبته لمدة 8 ثواني، وعد إلى الوضعية الأولى. تمدد على ظهرك واثني ركبتيك مجددا. ابق نائما على ظهرك وقم بثني الساقين بمستوى الركبتين. ثبتهما بيدك وثبت الركبتين نحو صدرك. ابق في هذه الوضعية لمدة 8 ثواني، ثم عد إلى الوضعية الأولى، أي ابق نائما على ظهرك ثم اثني الساقين بمستوى الركبتين. كرر هذا التمرين 2 مرات. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.